هنا سؤال: هل يجوز للبائع أن يبيع بضاعة مكتوب أو مطبوع عليها سعرها بأكثر من سعرها؟ مثلا علبة البيبسي مكتوب عليها ربع دينار، هو ببيعها بثلاثين قرش أو 35. إخواني في الله، الأسعار وهذا الشيء نعم أو لا بناء على قاعدة العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذه السلعة في الحوانيت يعني الدكاكين البقالات تشتريها بربع ليرة البيبسي، لكن هذه العلبة في المطار بتشتريها بدينارين، مش بخمسة وثلاثين قرش زي ما جاني السؤال، بدينارين. ليش؟ لأنه هاي العلبة إلها سعر وانت هون مرتاح، أما في المطار في أجرات وفي أراضي وفي عرف. السندويش حضرتك انت بقاعد بتشتريها بخمسة وثلاثين قرش واربعين قرش، وبتقول والله ارتفعت الأسعار في المطار ليرتين. هذا مع المراعاة، وفي بتلات هيك المطار هيك المقام. انت دخلت على مطعم، المطعم ببيعها بثلاثين قرش بخمسة وثلاثين، فبقول لك انا هاي حاطة اضافية بدي زيادة مربح، هيك اعراف اهل المطاعم مش عندي لحالي. فما تقول اتق الله زدت في الاسعار ورفعت الكذا، يا اخي ما رفعت اسعار، هكذا اعراف. انا بايعك قاعدة هنا، انت جالس عندي في المطعم وجالس على كرسي وبشغل لك انارة وضواو وبشغل لك مراوح ومكيفات وكذا، فبدل ما هي بربع صارت بثلاثين، صارت بخمسة وثلاثين. هيك الضابط، كاسة الشاي في الدار بتكلفكش قرشين وقرش، عندي بربع ليرة بعشرين قرش، لانه انا مش معطيك الشاي لوحدي، انا معطيك ايه الخدمات. هذه اعراف مقبولة الذي يحكم فيها من اهل الصنعة الذين يتداولون مثل هذا الشيء. بينما هاي الدكان بتبيع بربع، الدكان هاي باعت بثلاثين اللي بجانبها، بقولوا لا يا اخي، لانه انت اعراف اهل الدكاكين، ما دام مكتوب عليها ربع بدك تبيعها بايش؟ بربع. اذا هذا الاعراف العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، تنبهوا الى هذا الشيء.